أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لم يتم التوقف عن العمل وتنفيذ عديد من المشروعات في ظل الظروف الحالية. وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل أنه تم إنجاز 41 ألف كيلو متر من الطرق داخل القرى المعنية بمشروع حياة كريمة، مضيفا أن المبادرة ستظل مستمرة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. نحن لم نتوقف أبدا على العمل، ويمكن كامل قال ان احنا في 41 ألف كيلومتر طرق داخليه بتاعت حياه كريمه. كنت اتمنى ان احنا يعني نبقى نشاور عليها كامل، لان ده موضوع احنا بنتكلم على 1500 قريه. انا عارف قالوا لي 20 دقيقه ومش بزيد عشان كده، واحنا لما بديك الوقت ما بيكفيش يعني. فالمهم على كل حال اقصد اقول ان ال 41 ألف كيلو دول احنا بنتكلم على طرق داخليه داخل القرى كانت حالتها بتبقى صعبة جدا جدا والحركة عليها صعبة جدا جدا، ولكن دي كمان من ضمن الحاجات اللي تم تنفيذها. وان شاء الله برضو بأكد تاني مع نفسي ومع الحكومة وللمواطنين ان احنا بنتكلم ان برنامج او مبادرة تحيا مصر لبقية القرى سواء المرحلة التانية او الثالثة، احنا مصرين رغم الظروف الصعبة جدا اللي بتمر بالمنطقة ان احنا نكمل البرنامج ده إن شاء الله. ودي كلمتنا كدولة لأهلنا في الريف المصري اللي هم 3000 قرية وتوابعهم، إن إحنا إن شاء الله مستمرين في هذا العمل. لكن يمكن الأمور ما تبقاش بنفس المعدلات اللي إحنا كنا شغالين بيها، لكن إحنا مستمرين في هذا العمل يعني.